الأيام الوطنية التاريخية والبحث العلمي محور ندوة علمية نظمت بمراكش بمبادرة من المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بمشاركة ثلة من الأساتذة والباحثين، حيث تم تناول عدد من المواضيع التي تهدف إلى إشاعة القيم المعرفية التي تختزنها الذكريات الوطنية. هي المناسبة أيضا التي تأتي في سياق الاحتفاء بأحداث وطنية بارزة خلال شهر نوفمبر، وهي أحداث وطنية خالدة، منها حدث المسيرة الخضراء وذكرى الأعياد الثلاثة المجيدة، وانتهاء بالاحتفاء بذكرى انطلاق عمليات جيش التحرير بجنوب المملكة. الهدف من هذا النشاط وهذه الندوة العلمية أن نرصد بعض الدراسات العلمية والمنهجية التي تناولت الأيام الوطنية والتاريخية في المغرب. وتشكل الأيام الوطنية بالنسبة للشعوب فرصة لتأكيد شخصية الأمة وإبراز ذاتيتها حسب بعض المتدخلين، معتبرين أن قيم هذه الأيام تقاس بمدى الأثر الذي تركه الحدث الذي يرمز إليه في تاريخ الأمة، سواء من الوجهة الدينية أو الاجتماعية أو العسكرية.